السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل في المانجمنت. تكلمنا عن الليدنج والكنترولينج، وتكلمنا عن المانجمنت ليفلز، قلنا اللي هو التوب مانجمنت والميدل والفرونت لاينرز، وتكلمنا عن السكيلز المطلوبة، وتكلمنا على المانجمنت از كارير. When the jobs are no longer as secure as for managers they tend to be. كل المؤسسات still try to develop and retain a level good employees. الناس الجيدين. Employee loyalty and committed are still important. انا اتكلمت لكم امس على 4 E's. وقلت لكم please remind me بالحاجة دي. الفور إيز نحن مفروض نناقشها في الليدر ليدرشيب، لكن let us start with this. الامبلوي عشان ما انت تكسبه وعشان تكون effective leader و successful leader you should have to apply الفور إيز. الأولى اللي هو for engagement، الإشراك. لما تجي تعمل حاجة نادي الناس الموظفين بتاعينك وأشركهم في القرار أو أشركهم في الأمر، بحسوا بأنهم هم not neglected، ما مهملين، وأنهم هم لهم رأي. ودي الأيديز اللي قلنا نحن طبعا الحاجات دي ما عندنا للأسف والله، يعني we don't hear the voice of our employee، ما بنسمع الصوت بتاع الامبلوي، and we also we don't hear the voice of the customer. حنجي نشوف the voice of the customer هو كيف حيقودنا للإكسلنس. فالامبلوي أول حاجة E for engagement. E تانية for empowerment. engagement الإشراك، empowerment اللي هو ما يرب التمكين، بيسموه الانستيتيوشنال citizenship، المواطن المؤسسية. تقول لهم إخواننا أنا ما أحسن منكم، نحن هنا كلنا سوا وكلنا قادرين على اتخاذ القرار الصائب وفعل الأكتيفيتيز الصحيحة. فإذا أزل أنا في أو ما في الشغل ما يقيف، المؤسسة ما تقيف، يعني أي زول هو يعني ده سموه الديليجيشن التفويض. في تفويض جنرال اللي هو زي الكلام ده بتاع الانستيتيوشن أو الامبورمنت التمكين، يعني ده حسس الموظف بتاعك ان المؤسسه دي حقته بيته، زي ما قلت لكم اليابانيين بيقول له يا اخي احنا هنديك قبر هنا، فبحس ان ده الموطن بتاعه، حينتهي من هنا انتقل للدار الاخر، معناه انت as far as you are alive you are secured، وحتى بعد موتك you are secured. فدي ما يعرف الامبورمنت. اوقات الثالثه انرجايز، الاي الثالثه انرجايز. انرجايز هي الموتيفيشن، يعني اشحن الناس، يعني تلقى زول اشتغل شغل كويس اثني عليه، اذا تم انجاز عمل اثني على الجماعه، لولاكم ما كانت الحاجة اللي تمت، لكن ما تنسب الحاجات لك. نحن هنا المدير بيقول لك أنا عملتها أنا عملتها، هو ما بعمل حاجة. المدير هي دون نص يقدر إنه يكتب ريبورت، يعمل كده، يمشي يعمل ميتينج بتاعنا، اللي بيعملوا هم الناس اللي تحته ديل. فأنت دائما حسس الناس بأنهم زي are doing good. الإنرجايزنج ممكن يكون بالكلام، إنك تأكنولج الشخص قدام الناس، ممكن يكون بحاجة اسمها سكارلت ليتر، تكتب له خطاب يا أخي نحن نقدر نقيم هناك، أو في يونت عملت حاجة نحن الوحدة يا أخي لولا أهلي ما كان الإنجاز ده، ممكن تدوه في شكل بونس، يعني كثير ممكن تدوه في شكل ميموريال حاجة تذكارية، ممكن تعمله في شكل الستار أوف ذا مانس. عفوا أنا شفت شركة في كثير منهم، لكن بس ناخذ مثال لانه خاتين الناس كلهم. شركة ماسف بتاعت المعدات الطبية دي، شركة ماسف عندها حائط كبير هو من غير ما يسموه اسمه حائط الانجاز، فاي زول في الديبارتمنت بتاعه يكون مميز بيقوم يخط صورته وبيكتبوا انه هو هيز ستار اوف ذا يونت، ولو بعده تعرف زول عمل حاجة برضو بيجيبوا صورته يخطوها، صورة ذات ما بشيلها وتتعدد الصور تقعد، كل ما تجي خاش انت بتحس بالبراودنس. الأخيرة أو المهمة الامباثي، الامباثي اللي هي التعاضد وليس التعاطف. التعاطف تحسس الزول إنك يعني آي والله قلب أنا معاك، يعني والله يا أخي ما كان مفروض، لا نسموها المجاملة. لكن التعاضد تحس تخد نفسك في موقفه، لازم تحس بالامبلوي بتاعك المخدم بتاعك وتحس بمشاكله، يعني زول بيجي متأخر 3-4 مرات أمسكه أقطع منه، لا أعرف مشكلته شنو،
ساكن وين، ما عنده مواصلات كذا، انا بتاع حاول اعرف حاجاتهم الداخليه. ودي بتحتاج للانتربيرسونال سكيل. لو ما عندك انتربيرسونال سكيل الناس ينفتح لك قلوبها ما بتقول لك حاجات. اوكي، companies offering employability to workers tend to be more successful. المؤسسات اللي تفتح ابواب للتقديم هي تكون المؤسسات الناجحه. واتكلمنا عن training and other learning experiences، دي لازم اخواننا هنشوفها في جونز هوبكنز. انا مدارس سبع الاحداث، employee perform work with greater responsibility، ولما يحس انه هو محط اهتمام وبيهتموا به وبيدربوا بينجز الحاجات بمسؤوليات اكبر. You and your career be both specialist and generalist، خليك متخصص وعمومي. Expert in something، يكون في حاجة انت مرجع فيها. Provide concrete identifiable value of the firm، اللي هو خليك يعني زول متماسك عندك شخصية وبتحكي قيم المؤسسة. اثنين، generalist know about a variety of business functions so that understand work with different perspectives، تكون عارف محطات الشغل كلها ومداخله ومخارجها عشان يكون عندك فهم في ماذا يفعل الاخرين. Be self-reliant، اعتمد على ذاتك، اعتماد على النفس. Take responsibility for yourself، اعتمد على نفسك وكون مسؤول عن افعالك and your career regardless of where you work، بغض النظر عن انك شغال وين لازم تكون مسؤول عن نفسك وعن افعالك. Think and act like an entrepreneur، فكر واشتغل يعني خلي كلماتك تترجم الى افعال وافعال بتاع رواد اعمال، يعني ناس عارفين شغلتهم. Look for the opportunities to contribute in the new ways، وده بيخليك مشارك بطرق جديده وgenerate constructive change، وولد التغيير المطلوب. هنجي نتكلم على التشينج والتشينج مانجمنت بصوره كبيره. Be connected، خليك دائما انت مرتبط بالناس. Establish many good working relationships، خلي علاقاتك بالناس زايده. Be team player with strong interpersonal skills، خليك لاعب فريق يعني راس رمح مع مهارات تفاعليه عاليه. All business is function of human relationship، وشوف الكلام اللي بيقولوا ده PowerPoint معناه شنو؟ كلمة PowerPoint، الناس الآن تستخدم PowerPoint ده يا أخوانا يعني ما عارفين حتى الاسم. PowerPoint معناه نقاط القوة. أنت يوثيم بتلخص كل المفهوم حقك في نقاط points، أوكي؟ وبتقوم فاهم، بتكون فاهم السطر ده. All business is function of human relationship، وبتتكلم عليه. يعني انت قاعد بتذكرك الموضوع، بتكون هاضم الموضوع وفاهم. فعشان كده جاء الاسم PowerPoint reminder. ليه؟ لانه لو طلعت الطريقة الطويلة بتاعت بيسموها بتاعت المحاضرة تكتب السطور بتاع الناس بتمل وبتطلع من الموضوع. عشان كده جاء PowerPoint ده. الآن الناس بيسيء استخدامه، عنده ضوابط، عنده حالات، لو قدر لنا ربنا ممكن نتكلم عنه، ممكن نتكلم عنه. كل الأعمال عبارة عن دالة لتفاعلات الناس مع بعض. الريليشن شيب يا أخواننا من غيره ما في شغل بيمشي. Competitive advantage is based upon you and your other people، اللي هو الأفضلية التنافسية، وجودك في السوق واسمك وتبيع as a brand بيعتمد على الاسم شنو، بيعتمد على عليك وعلى علاقتك بالآخرين. دي الكيس to career management، عشان ده عشان يكون مسارك الإدارة. Think of yourself as a business، فكر في نفسك كتجارة. Define your product، حدد المنتج بتاعك. What is your area of expertise، شنو الحتة بتاعت خبراتك. زي ما قلت لكم الكواليتي بدت في الاسم شنو، بدت في الصناعة، وبعد ذلك انتقلت ل للخدمة السيرفيس. لما نتكلم عن الكويت هشرح لكم الحاجة دي أكتر. الكلام ده نحن لا ندعي الجودة بل ندعك تختبرها. دير ناس لولي، شركة لولي في اللحوم، طبعا يو ار اول كويت، شركة لولي في اللحوم لما بدت كانت مميزة حقيقة. هي ورثت شركة اسمها ماكسيم،
ماكسيم دي لحد ما خلوا السوق وادوا الفرصة لناس لولي لحد ما قادر السوق كانت البرودكت بتاعتهم اوف هاي كواليتي وما في زول بيقدر ينافسهم. زي ما بدأ باب حسين، شفتوا باب حسين بدأ بالخرطوم بحر مدرمان ثلاثة هنايات كبيرة ومشى مشى في الفول فول باب حسين. في نماذج عندكم امواج، انا بتكلم على سيرفيس، عندكم امواج عندكم يمكن الناس ما تكون عارفة الحاجة دي لانكم انتم صغار. في حاجة اسمها بلاك اند ديكر في شارع الجمهورية، بلاك اند ديكر، بلاك اند ديكر هو اللي بيجيبوا ادوات بتاعت كهرباء لكن الادوات الاصلية، ولحد الان بيجيبوا الحاجة دي. في بلاك اند ديكر، في اسمه شنو لاري ابو ظبي، لاري ابو ظبي دي صرافة مالية. يعني لو اخذنا نماذج في الخدمات حنلقى حاجات كثيرة، هتلقوا في اسم يعني مثلا طيران الامارات، طيران اسمه شنو قطر، يعني اسماء السعودي عربي، اسماء سوداني في يوم ما كانت اسماء. فانت مثلا نتكلم على امواج، امواج البرودكت بتاعهم طبعا ميل يعني شنو، يعني وجبة. لما تجي لأمواج بتلقى في الميل في المينيو ده الميل اللي انت عايزه، ده البرودكت حقهم انه يوفروا للزول اي ميل هو طالبه. طيب اثنين عندهم التيست، الطعم التيست حقهم ما تغير، ناس أمواج دي على مدى سنوات. انا ما بروج لشخص معين بعينه لكن بشوف الناس اللي معهم، يعني مثلا ماكدونالدز في السودان مالك الرواج اللي هو لاقيه برا، مثلا بيتزا هات تو سم اكستنت، يمكن ايطالي بيتزا متفوقه على ليتل بيت، لكن لتس نتكلم على امواج هو اشتغل لفتره طويله. السيرفيس عنده القدره انه يخدم الناس بكميات داخل وخارج الموقع، يعني بيرسل طلبيات ولما تجي تلقى مكان قد يكون تلاقي ليتل بيت ويتنج تايم، لكن هم زي فيليب بالديزيرت اللي يجيبوا لك المطيبات والحاجات اللي هناك. فانت بتحدد البرودكت حقك وبتشوف نقاط المهاره حقتك. انا بعتبر باب حسين نموذج للنجاح، مش باب حسين، بعتبر امواج نموذج للنجاح. لولو تسابقوا كستان بعدها جاء منافسين، جاء العربي وجاء القوس وجاء كده، في بعض البرودكت حقتها حتى الان هي متميزه بها. انا طبعا يا اخواننا جزار ولا الجزار ولا الجزار ولا الجزار، يعني نحن ستة أخوان الحمد لله شكر الله، واحد يتوفى الله يرحمه ويغفر له، ونحن خمسة جزازير علمونا الجزارة من نحن صغار. بعد ذاك مشينا في الكارير بتاعنا، هو البروفيشن ده فينا الزراعي، فينا المهندس، فينا المصرفي، فينا في الطب، فينا كده. فعشان كده تكلمت لكم الحتة بتاعت الأكل، والأكل حاجة أساسية يا أخوان، قالوا كل عشان تعيش. طيب know your target market، تعرف ناسك منه، to whom you are going to sell this، انت حتبيع لمنه. معرفتك بالسوق حقك وبناسك بخليك تعرف مزاجهم وتعرف تتعامل معهم كيف. حديكم مثال في الكواليتي يا اخواننا، وانا استاذنت اخوي ود عمتي عنده محل بتاع سندويتشات في شارع 15 اسمه طارق النعمة سندويتش. السول ده ما شاء الله بيشتغل شاورما دجاج ولحم، بيشتغل بيركر، بيشتغل فول، بيشتغل طعمية، بيشتغل حاجة اسمها مشكل تشيبس، كان بيشتغل سمك لكن خلاه. قصة السمك ده هقولها لكم ليتر. اديكم مثال، الزول ده ما عنده علاقة بالكواليتي ولا يفهم في الكواليتي ولا يعرف ادوارد ديمينج ولا يعرف شنو الكلام ديفاين يور برودكت اند يور ايريز اوف اكسبرتيز. ربنا ملهمه بالحاجة دي. الزول ده بيجي عنده خلية من 5 أو 6 تنفار، بيجي الصباح بدري بيجيب حاجاته بيعمل الخلطة حقته بيجهز اللي بقول له بيشتغله، شوف الملح هنا مظبوط، الزيت هنا جديد، الحاجات جديدة بتاعنا. لاحظت عليه حاجة مرة، هو قاعد وانا واقف جنبه جوا المحل، جاء واحد قال له اخي ده لسه مش مستعجل، قال له والله اخي هو من غير ما يحلف يعني، قال له لسه العيش ما جاء بس انتظر ربع ساعة، والعيش كان قاعد. قال لي اخي هو ما قال عايز سندويش طعمية، قال لي هذه الطعمية طلعت، قال لي هذه الطعمية طلعت لكن العيش لسه، العيش كان قاعد تحت هو ما شايف فخلي العيش يجي. ثاني جاء واحد قام قال له برضو بعد ربع ساعة. لما مشوا قمت سألته قلت له يا اخي انت العيش كان قاعد ليه ما اديت الناس ديل؟
قام اداني درس في الكواليتي والله اخوانا يعني حقيقه ات واز بيسموه لينت ليسون دروس مستقل. قال لي انا لما قلت له بعد ربع ساعه دار اعود الناس على التايمينج انه انا اي ستارت ات 9 ده ديسيبلين عشان يبقوا هم منقادين لي انا ما ابقى منقاد لهم مستجيب لطلباتهم. ليه؟ لانه انا 9 بكون حاجاتي كلها جاهزه. whatever you want I will offer. اللي انت بتطلبه انا بديك له طوالي. لكن مثلا انا اقوم ابدا قبل 9 يكون الشيبس ما طلع جاي زول داير شيبس واحد عايز طعميه حقوله بتاع الطعميه وبتاع الشيبس بيكون منتظر بحس انه انا اخ يعني ببدا اعمل تمايز بين الزباين بيخلق غبن بيخلق كده. فداير نمره واحد اعود الناس على شنو؟ على الوقت. ممتاز. طيب قال لي الحاجه الثانيه المهمه ودي انا درستها يعني بعدها قريت عليها لقيته كلامه صح. قال لي مزاغ الاكل ده عنده مكان في الذاكره بيرتبط به. يعني لما تاكل سندويش كده يعجبك بتكون خلاص ميزت طعمه. لما تجي المره الجايه لو السندويش ده ما كان زي الاول داك ذاكرتك بتقول لك الحاجه دي بقت اوف ليس فاليو. فقال لي بيخليك ما بتيجي تاني. طيب وتدا علاقته شنو اللي انت بتعمل؟ قال لي علاقته لما انا يجي واحد يطلب سندويش بتاع طعميه يقول لي خدت لي معاه مايونيز خدت لي معاه كده الحاجه دي تكون ما جاهزه الطعميه ساي بيكون فقد واحد من الحاجات دي بحيث انه الفضل ده ما كان زي المره اللي فاتت. لكن لما الحاجات كلها تكون جاهزه انا طوالي بديه وبديه الحاجه اللي عايزها ولا اعمل فيه جبنه اعمل جبنه طوالي ما قال جبنه باخد ثلاث طعميه ساي مع سلطه بخط لي مع السلطه مع فول بخط لي مع فول مع تشيبس بخط لي مع تشيبس. والله يا اخواننا زي ما اقول لكم هذا الرجل ربنا يوفقه ويزيده ما لانه غريبي لكن لانه ديفاين هي هاز ديفاين هيز فورتد وعرف الاكسبرتيز حقته والحاجه اللي بيحبها وبيقف عليها بنفسه. انا حضرت له اكثر من موقف بيجيه الشاورما بتاعت الدجاج طبعا هي بيسموها شنو مش فراجايل الجداد بيتأثر طوالي بالحرارة فبزنخ لو شم أقل حاجة كل البودر ده بشيله برميه أصله ما بيغامر يعمل حاجة يمشي بيها كده عشان ما يخسر يخسر لكن ما يفقد سمعته. الآن له 15 سنة في الحتة دي ربنا يوفقه ويزيده. أنا I am talking about quality right now. Be clear on what your customer buys from you. What is your value proposition? What are you offering that causes him to use you? أديكم مثال بالزول ده. أول شيء الرجل ده charming يعني استقباله لك تحس إنه هو مهتم بك. He is facing you بيبتسم بيقول نكات. بعدين لما يكون في دلي بيعتذر. عرفتها؟ البرودكت حقه أصلاً of quality. لكن الحاجات الجانبية عايز معاه حاجة لو ما عندك بديك لو كده لو كده فدي دي الحاجات اللي انت مفروض تشوفها في الزبون. تعرف يا اخواننا ان احنا بطبعنا ميالين للاحترام يعني لو زول احترمنا بنبقى له ده بسموه اللويال كاستمر. مرات لما تجي تشتري سلطة تشتريها من زول معين عندك ما عندك بتمشي له حاجاتك بتشتريها من بقالة معينة بيكون عندك تارجتد كده الا تجبرك الظروف تكون مستعجل ما جيت بالطريق بتاع لكن عندك ناس انت بتمشي لهم. ليه؟ لانه زي تريت يو اس يو از فايتال كاستمر كزبون مشروع كسبي لا نهائي. ده بسموه الكاستمر لويالتي. الزول بتمشي له كل مره ده بكون لويال ده الكاستمر لويالتي معناته البرودكت حقك والتعامل حقك وحياتك كلها دي حاجات الفاليو بروبوزيشن انا قلت لكم. As in any business, strive for quality and customer satisfaction. أرض الزبون دائما. Even if your customer is just someone else in your organization, like your boss. Whatever كان الكاستمر ده. أنت دائما طبعا عرف الجودة يا أخواننا. الجودة لما نجي نتكلم عنها عرفوها قالوا doing the right things right. قالوا fitness for use. قالوا zero defect. قالوا أكثر من 100 definition. Last definition وصلوا اليابانيين قالوا هو الكاستمر ساتيسفاكشن اند بيوند الكاستمر اكسبكتيشن رضا الزبون وما يفوق توقعاته. والكلمه دي انا ممكن اقعد معاكم ساعه كامله 60 مينيتس اوريكم الكاستمر ساتيسفاكشن امبيانت. اوكي
know your professional or field and what is going on there. لازم تكون عارف مجالك والحاصل فيه شنو. ليه؟ لأنه لو ما تطورتها بتنتهي بتنتهي. هذا الرجل رغم انه قاعد في دكان بيجيه الصباح بيرجع منه، عارف السوق، عارف اللحوم، عارف الدجاج، عارف الشركات، البرودكت ده بقى فلاس فاليو حيحول كده والله انتو، وبيقول الحقيقة لانكم حاجتكم دي. قلت له يا اخي انت ليه بتستخدم ديل من الناس لولي وده بتستخدمه من هنا؟ قال لي انا عارف السر بتاع البرجر. البرجر قال لي لما تحطه في النار بينكمش، يعملوا له حاجة معينة كده. انا ما بفهم في الحاجات، انا بعرف الذبح لكن ما بعرف ايه الا بسموها شنو، البريبريشن، تحضيرات، تجهيزات. هو بيعرف في الحاجة دي. يعني انا بكون قاعد معه اسمع اقلب البيض ده، كون هو عارف البيض ده لو قاعد اكتر من كده بيتحرك. ودي الاكسبرتيز اللي انا قلت لكم، الزول ده بس بيجي يشرف يعمل الخلطات دي وبخلي الناس دي يشتغلوا وبيقعد يراقبهم ويشتغلوا ويخطوا القروش ويعملوا اي حاجة. هو بيمشي ويجي عين لهم كده، شوف الزباين عليك الله مشي داك، عليك الله اعمل كده. انا اتمنى لو في زول في الخرطوم، لو في زول في الخرطوم يمشي شارع 15، هو اسمه وبيقول لك طارق لكن هو اسمه النور، يمشي النعمة، النعمة النعمة طارق النعمة سندويتش، يطلب سندويتش بتاع برجر او التبر كان، شوف المنيو حتى الفول ده، اطلب فول، قل لي يا اخي بس بالاسم كده، قل لي انا رسلني لك عمر عبد الرازق قال لك اديني سندويتش كده من غير ما تدفع واكله. وبعد ذاك شوف يعني بعلي اسمه تقوله don't say that انا بسوق لقريبي، لا والله، لكن لانه هي is a model، هي is a model of quality. وانا بعدين لما نجي في الكواليتي ممكن اديكم models كثيرة غير الموديل ده موجودة في ناس. طيب لازم تكون عارف الناس اللي معاك في الفيلد عشان تطور نفسك. invest in your own growth and development، نمي نفسك. The way company invest in research and development. R&D what is new product will you be able to provide. أي مؤسسة برا، أي مؤسسة برا في الدول يعني اللي هي فيها ديسيبلين ودول بتشتغل بحاجة اسمها الانستيتيوشناليزم اللي هو بسموها المؤسسية، يعني طبعا عندك الشفافية، الاكاونتابيليتي، المحاسبة، كلمات ساي، لكن برا بيشتغلوا بها. الناس اللي عندهم مؤسسات في وحدة اسمها R&D Research and Development. الناس لما تقرأ Research and Development معناها الناس ديل بيعملوا أبحاث وبيعملوا Publication. No. الناس ديل زي سيرش في الشغل بتاع المؤسسة دي and they develop it. والR&D دي أنا شفتها في شركة اسمها Medicon Hellas في اليونان، كان مفروض يتعامل Reference Laboratory في السودان، و they have nominated me to come there in أثينا، مشيت أثينا، هم بيسموا أتيكا، مشيت أثينا ومشيت شفت المصنع بتاعهم ووروني الـ R&D، كانت حاجة outstanding. ممكن نحكي عنها في وقتها. لازم يكون عندك انت تطور نفسك، تجدد في حاجاتك، تطور فيها حتى لو ما جبتها. يعني كل مره حاول تدخل برودكت تشوف الناس يعني بيجي زول يسالك يقول لك عليك الله اسمع يا اخي ما عندك الحاجه الفلانيه دي، سالوك مرتين ثلاثه وفيرو بكواليتي بعد ذاك حيجوك. ده طبعا اللي تتكلم عن حتى اذا انت عندك بتعمل برودكتس، تعمل كبابي، تعمل كبابي بتاعت شاي، الناس بيقول لك يا اخي ما تعمل طقوم، جرب اعمل طقوم. يعني حاول to build a new product. Be willing to consider a change in your career. لما نجي في إدارة التغيير يا أخواننا، الإنسان لا يقبل التغيير. Never. He never accept a change. وإذا أنتم تقبلوا التغيير الليلة بعد المحاضرة دي بعد ما يبسوها لكم، أمشوا. إذا سريرك اللي هو شمال جنوب حولوا شرق غرب. إذا أنت بتنوم شمال جنوب نوم شنو غرب، خليك العينك بالشرق نوم مخدة. إذا بتنوم بالمخدة شيل المخدة لعد الصباح مع تنوم، هتقول الله ينعلك يا عمر عبد الرازق يا حميتني النوم. change بره change بره. الطبيعة البشرية تخاف من التغيير، عشان كده انت لازم تخد في حساباتك change. you will drop something in your career، هتسقط أشياء. and you will add others، هتضيف أشياء، هتتخلى عن حاجات وحتكتسب حاجات جديدة.
دي الطبيعة يعني دي that is life. قالوا everything changes except change. كل شيء يتغير إلا التغيير، لأن التغيير دالة تحت التغير. So change is constant. التغيير هو ثابت وموجود. Actively manage your relationship with your organization. خلي علاقتك بالمؤسسة كويسة. Two ways to think about the nature of the relationship between you and your employer. في طريقتين تفكر بينك والعلاقة بينك وبين الم... View yourself as an employee. خذ نفسك في محله. خذ نفسك في محله. عشان كده الحديث بتاع رسول الله الكريم انه عمل الناس كما تريد ان يعملوك بيه. ده المعنى. I am so sorry. فانت خدت حتتك في حتة موظف. عايز يعملوا لك شنو؟ Do it for the employer. Model of just getting by. خليك انت مكانه. Contributions like to be minimal. ده الحساب بيكون كويس. Two mutually beneficial exchange relationship. علاقة منفعة متبادلة. Think about how you can contribute and act accordingly. كيف يعني انت تحقق هذه المصلحة المتبادلة. Figure out new ways to add value. ودائما اضف قيمة مضافة، يعني اجلب القيمة المضافة. والادد فاليو دي فيها كلام طبعا، دي سر الجودة بسموها الادد فاليو. What is added value؟ شنو اللي بيخلي البرودكت حقك ده يمتاز على الاخرين عشان انا اشتري؟ شنو عندك انت اضافي؟ والله انا شفت التغليف ده ما بعمله، ما في زول بعمله، بس دي ادد فاليو، تخلي البرودكت حقك يحتل المكان، يبقى بنش مارك. اوكي، انا والله ابتسامتي دي ادد فاليو. ويمكن اذا في ناس حضروا المحاضره دي وانا درستهم في المجلس، مجلس المهنة الطبية، أنا كنت بدي الدورات الحتمية بتاعت الممارسة، فكنت بعلمهم سحر الابتسام، كنت بعلمهم سحر الابتسام، وكنت بكون حريص. أنا درست أكثر من 20,000 خريج من جميع الهيلث بروفيشنالز، ما حصل في محاضرة من محاضرتي طلع واحد وهو ما مبتسم أبدا على الإطلاق. فأنا بعتبر الابتسام براند لعم عمر. في ناس ما يعني يكون عارفني كلوزلي زي الأشهر ذات، في ناس قد يكون ما يعرفوني، ممكن بعد ذاك بيستخصوا أو يلاقوني يوم ما لو ربنا مد في الآجال، وحيعرفوا سحر الابتسامة. طيب organization likely provide full and fair reward. لازم يكون عندك إثابة. support further personal development. تدعم الناس إنه يتطوروا and offer more gratifying work environment. تكون بيئة العمل بتاعتك جاذبة وداعمة للناس. managerial act is your opportunity to contribute. do you and your organization the managerial act delivering strategic value. تخط القيم الاستراتيجية. building dynamic organization. بيئة تكون حركية وفيها تفاعل. mobilizing people. حرك الناس. mobilizing people دي بتضيف للناس، ده بسموه الدورة، دورة الموظف. يعني الموظف ما تخليه والله اخواننا نحن بيدمرونا. انا قلت لكم هكلمكم على التدمير. طيب 23 استيل، نخلي اخر 5 minutes or 7 minutes للتدمير. mobilizing people learning and change. يتعلموا تغير. الانفيرمنتال اناليسيس، انت بتحلل اخواننا شنو؟ معلش بس الصوت ده مزعج. just let me close it right. okay. بتحلل البيئه بتاعت العمل بتاعتك. تعمل انفيرمنتال سكاننج، تشوف بيئه العمل. بعد ذاك بتعمل سيناريو ديفلوبمنت، يعني تعمل تتوقع انه هيحصل كده وكده وكده، سيناريوهات. فوركاستنج، توقع دائما، خليك فوركاست يتنبأ. الفوركاستنج ده معناه انت تتشائم، لكن دائما خد في بالك اللي هو المهددات الثريتس والفرص، نقاط الضعف والقوة، دي ما انت عارف عندك. ده في الاصوات اناليسيز اللي هو في التحليل بتاع اصوات strengths weaknesses threats and opportunities. ففي الفوركاستنج انت دائما شوف الاوبورتيونيتيز وشوف الثريتس، وحاول انك يعني لما تحصل تحاول تتجاوزها. بعد ذاك البنش ماركينج. بنش ماركينج، what do you mean by بنش ماركينج؟ بنش ماركينج ده السقف، بيكون دائما هسي. لو انا سالتكم قلت لكم اخوان احسن مستشفى في الخرطوم وين؟ هتقول لي هتدوني 3 نماذج او 4 نماذج هم البست، وبيكونوا فعلا دي الحقيقه. فديل بيكونوا بنش، هم ديل التوب.
فانت دائما خليك مع التوب، مع الناس التوب. كرسيسه مانجر الديسيجن ميكينج، نحن اتخاذ القرار بيكون في الانسنتنتي، انسنتنتي الناس السودانيين بيقولوا انسرتنتي، انسرتنتي لا غلط، هي انسنتنتي، انسنتنتي انسرتن والثلاثي انسنتنتي اللي هي في حتة الشكوك بتحتاج تتخذ قرار، في حتة الكونفليكت الازمات بتحتاج تتخذ قرار، في لما يكون عندك لاك اوف ستراكشر اللي هو عدم تنظيم بتحتاج تتخذ قرار، لما يكون في ريسك مخاطر بتحتاج تتخذ قرار. فدي البواطن او مواطن او اماكن اتخاذ القرار بالنسبة للمدير. اللاك اوف ستراكشر the usual state affairs in managerial decision making اللي هي دائما بتجي تلقى الناس ما ديسيبلين ما مستبعين حاجات. فده program decision، البروجرام decision القرار المبرمج، decision that have been made in the past يعني انت اتخذته في السابق وابلاي للحاجات الجاية، have objectively correct answers وبيجاوب على يعني بدي نتائج ايجابية، are solvable by using simple rules بتستخدم فيه قوانين بسيطة سياسات بسيطة و numerical computation حسابات بسيطة، unprogrammed ده اللي بيجيك فجأة، the new جديد، novel covid 19 novel معناه مستجد، complex decision having no proven answers، ال decisions اللي بتكون novel و new و complex دي ما بكون عندها إجابات محققة أو معروفة النتائج، قد تصيب وقد تخطئ. decision maker must create or impose a method for making the decision. ونحن هندرس إن شاء الله في الدورة دي ناخذ decision making. طيب يا شباب استيل أنا حد خمس دقائق. uncertainty and risk طبعا نحن نتكلم عن الأعمدة الأربعة. uncertainty have sufficient information to predict اللي هو pre-sequences of one action، اليقين انت متأكد ان الحاجة هتحصل كده. uncertainty have insufficient information to know consequences of different actions، ما عارف افعالك دي حلقودك لو فبتكون انت في محل شك، cannot estimate the likelihood of various consequences of their actions، لا يمكن ان تتنبأ بالنتائج بتاعتها. risk اللي هو دي المخاطر، available information permits estimates of the likelihood of various consequences، عندك ما يوجد من المعلومات بانه هتحصل لك عدة حاجات انت ما متأكد من انك هتجتازة او not. probability of an action being successful is less than 100%، دائما نجاحك اقل من 100%. a loss may occur، ممكن يحصل لك خسارة. good managers perform to manage the risk، المدراء الجيدين هم الذين يتحكمون بالمخاطر او يعالجون المخاطر. والريسك مانجمنت ده انا ما عندي في الكورس ده، فيه ماتريكس مصفوفة، اذا لقيت في وقت في العشر محاضرات دي I can insert it later I will do okay بيفيدكم، لانه as a manager you have تعمل risk analysis. الكونفليكت اللي هو الازمات opposing pressure to different sourcing occurs at two levels اللي هو انت بتواجه ضغط ما متعود عليه او ما مرت به في السابق. الضغط ده ضغوطات كثيرة، ضغوطات زي ما بيقولوا الجماعة، بيحصل في two levels. psychological conflict اللي هو نفسي، individual decision makers perceive several attractive options، في حالات كثيرة perceive no attractive options او تجيك options ما تكون attractive. conflict between individuals and groups، المشاكل تكون مع النباء انت شخصا او بين الناس الشغالين معك. few decisions are without conflict، في كثير من القرارات بسيط منها بيكون ما فيه conflict. conflict اتخاذك للقرار تسبب يولد ازمة، اتخاذك للقرار يولد مشكلة. مسألة planning اللي هو the conscious systematic process of making decisions and activities to be pursued in the future، ده اللي هو الحيطة واليغزة في اتخاذك العملية الممنهجة لاتخاذ القرار والأنشطة بتاعتك اللي هي انت بتنشد تصل بها في المستقبل. importance of formal planning has grown dramatically، أهمية التخطيط الرسمي دي حاجة أساسية، عشان كده ناس التنمية البشرية بيقول لك إذا صحيت من الصباح وماشي على الشغل ما عارف تعمل شنو حقه ما تمشي، لازم تكون you are planning your day
انا والله هطلع اعمل 1 2 3 4 اوكي. نحن التخطيط في حياتنا ما تعودنا عليه كسودانيين، ما لانه نحن حاجاتنا كلها guided guided learning guided breeding، يعني تربيتنا موجهة، تعليمنا موجهة، حاجاتنا كلها موجهة. basic planning process stop step 1 اللي هو ده العملية بتاعت التخطيط. الخطوة الأولى تعمل situation analysis، تعمل تحليل للوضع الراهن. A process planners use within time and resources constraints to gather, interpret and summarize all information relevant to planning issue under consideration. الحاجة اللي احنا خدتناها في الاعتبار، بنجمع عنها كل المعلومات وبنعمل تحليل للوضع الراهن، ان احنا وضعنا منا شنو ودارين نكون وين. Study past and current condition، بنشوف الظروف السابقة والراهنة، وعشان to forecast future trends اللي هي الحاجات اللي ممكن تحصل لنا في المستقبل. Focus on internal forces and influences from external environment، فكر في الحاجات الممكن يعني داخليا تواجهك. معلش انا عشان ما اعرف الصورة هتبقى اوضح كده ولا كده. anyhow معلش انا I should have to put a spotlight later حاعملها عشان تكون الصورة واضحة. فوكس ركز في الـ 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 القوة الداخلية والقوة بتاعت البيئة الخارجية. step 2 alternative goals and plans، خط اللي هو بدائل. generate alternative future goals and plans to achieve them مع الجولز حقتك. الاهداف يا اخواننا targets or else manager wants to reach، هي الحاجات اللي انت دار تصلها في النهاية، ويجب ان يكون الهدف. قلنا smart، عنده كلمة smart specific measurable محدد ومقاس، measurable وachievable اللي هو قابل للتحقيق، والR relevant له علاقة بحاجتنا ما يكون حاجة مساترة، وtimely عنده وقت نصل به للحاجة دي. should be acceptable to those اللي هو be specific و challenging and realistic، و should be acceptable to those charged with achieving them، يعني الناس اللي بيشتغلوا عليه لازم يكون عندهم شنو مقبول بالنسبة لهم الهدف ده، يعني يكون legitimate شرعي. الخطط البلانس هي الاكشنز او الميس انتند تو، الطريقه اللي بنصل بها للاهداف. حنجي نفصل الجولز والاوبجكتيفز والفاليوز والميشن والفيجن والبلان في جونز هوبكنز. ايدنتيفاي الالتيرناتيف اكشن، خطه البدائل بتاعتك في الافعال والموارد اللي انت محتاج لها، والبوتنشال اوبستكلز شنو ممكن يحد من مجهوداتك او من قدراتك. سنجل يوز بلان، في خطه فريده. دي ديزاين تو اتشيف الجولز ذات ار لايكلي بي تو ريبيتد ان ذا فيوتشر، دي بتستخدمها مره واحده ما بتقدر تعيدها في المستقبل. ستاندينج بلان، خطه قائمه. ديزاين تو اتشيف ان اندورينج سيت اوف جولز، في اهداف شغالين عليها بخطه معينه، دي بيسموها ستاندينج بلان. في كونتينجنسي بلان، توافقيه. دي اكشن تو بي تيكن وان انيشال بلانز فيل، اللي هو لو ما دي نجحت نخط الثانيه دي. البيزك بلانينج بروسيس الستيب 3 جول اند بلان ايفالويشن، لنقيم الخطه والاهداف حقتنا، نشوف المحاسن والمساوئ والبوتنشال ايفورت ممكن نكسبه في الحاجه دي، والاهداف البديله والخطط البديله، ونحط الاولويات برايتايز الجولز، شنو الهدف عايزين اول نعمل شنو حتى بعده نصل لشنو. ده بسموه برايتايزيشن. بعد ذلك consider the implications of alternative plans، ونخط في اعتبارنا تطبيق الخطط اللي هي البديلة. الخطوة الرابعة goal and plan selection اللي هو تحديد الهدف واختيار الخطة، نشوف ال priorities و trade offs among goals and plans. بعد ذلك leads to a written set of goals and plans that are appropriate and feasible within direct set of circumstances، حاجات اللي احنا ممكن نطبقها ياتو الاولى من البعد من البعد. بعد ذلك بنخد سيناريو للتطبيق native that describes set of future conditions، يعني نتوقع حاجة سيناريو، و contingency plan is attached to each scenario، بنخد له خطة بديلة لكل سيناريو، اذا ما حصل كده حيكون نحن نعمل كده. step 5 implementation اللي هو التطبيق. plans are useless
unless they are implemented properly. الختمة عندها معنى إذا ما طبقت بصورة صحيحة. Manage this must understand the plan, يكونوا فاهمين الخطة, have necessary and your resources motivated to implement it, يكون عندهم الموارد لها والتشجيع لأنه أو التحفيز لأنه تتعامل. Implementation likely to be more successful if managers and employees have participated in various planning steps. إذا كانت مسألة التخطيط مشاركة بالكل نسبة نجاحها بتكون عالية جدا جدا, لكن لو خطأ المدير براء ممكن تكون فيها نعم. The plan should be linked to other systems in organization, تربطها بكل حتات المؤسسة. هنجي في step 6 اللي هو monitor and control, must continually monitor the actual performance in relation to the goals. نحن دائما في حاجة اسمها monitoring and evaluation, نشتغل ونشوف عملنا شنو, أنجزنا شنو, ماشيين كيف. إذا كنت تلقوا في الخطة في تغيير مثلا ربع سنوي نصف سنوي وبتلقوا فيه مطلوب منفذ, بتلقوا في وضع الخطط اللي هو خطط الاستراتيجيك بلانينج بيكون في الحاجات دي. لو في ناس يشتغلوا إدارة ممكن يعرف الحاجة دي. أنا يعني الحمد لله وفضل ربنا سبحانه وتعالى بديت الإدارة من يعني جابوني من الشارع, معلش للكلمة جابوني, يعني ما كان عندي يعني بالإكسبرتيز خبرات سابقة, جابوني لأني يعني عمري في المهنة as a professional البروفيشنال كارير حقي كويس, وجابوني لأني زول ماتيور, فأدوني رئاسة قسم من غير ما يكون عندي الحاجات الإدارية دي, ما دخلوا لي دورات إدارة وكده. لكن الإنسان بيتعلم يا إخوانا, الإنسان بيتعلم من حتات كثيرة. ولتس في واحدة من الحتات نتكلم عن LLL اللي هو بسموه Long Life Learning, حنتكلم عليه later. Develop and control system اللي هو الحتة monitor and control دي بسموها monitoring and development. نحنا بنقيس حاجاتنا وبنشوف أدت الغرض ولا ما أدت, وبعد ذاك وصلنا لوين وحيحصل شنو كده وكده. اوكي نحنا ونصب على this point, لكن انا حقوم اذكركم المشكلة بتاعت غطلة الشخصية حقتنا. نحنا السودانيين شخصيتنا مدمرين, ونفسيا كلنا مدمرين, لانه ثقافة انه نقعد قدام سايكولوجيست دي ما عندنا, ثقافة دي عند الغرب. يعني الخواجة نقول الخواجة يعني مقصود الغرب, لو خدت راسه كده متعود ينوم 7 7 و10 7 و4 يتقلب كده 7 و3 7 و5 ما نام, 8 ما نام, ثاني يوم طوالي بيمشي للمدير بيقول له يا اخي انا عندي ارق, بيدو طوالي ورقة للديبارتمنت اوف سايكولوجي قاعدة في المؤسسة, يمشي يقعد مع بتاع علم النفس, وده زول متخصص عارف انه يسأل ويصل للحقائق كيف, بيقعد معاك جلسة تجي طالع مبسوط جدا جدا جدا. لو واحد المدير قاعد في الديبارتمنت سمع واحد صوته عالي لا وما عارف هو طوالي تمنه ده ولا ده فلان يناديه, ولو يا اخي يديه طوالي مكتوب يمشي الديبارتمنت اوف سايكولوجي وما يرجع الشغل الا لما يقابله. فبيمشي بيكون عارف هو صوته علا وطلع عن النمطية وافترض يراجع. انا احنا هنا الزول يساهر يوم وشهر وسنة يقول لك ده بحب قاعد يعد في النجوم وما عارف, بعد ذاك يبدأ يتكلم براو يقول لك ما الحب يبدأ يتخيله هناي, بعد ذاك يطقع يقول لك يا اخي لما يتقل زول يعوقه, بعد بكون فات المرحلة بتاعت السايكولوجي للسايكاتر يمشي طوال التجاني ما حي كهرباء حقن وبتاعه وزنزانه واثنين ثلاثة. طيب اوريكم الدمار جاي من حتتين. عندي زميلتي اسمها سوسن في اليونايتد ستيتس وبتحكي معي, قلت لي دارة اودي بنت الروضة, فقامت قال لي تاخدي كورس اظن 30 hours بتاع علم النمو والسلوك بتاع الاطفال. مين دي؟ انا ريبري ريبري ما بقى. المديره قالت لها تجي لانه ما في زول بيقبل لك بتقدمي من غير ما تاخذ الهنايه. فقامت شالت الشنطه حقتها ونافخه نخلين ومنطت عيونها ومشت للمديره. المديره شافتها هناك كده قالت لها بليز سيت داون مسز سوزان, جابوا لها قهوه كده ومايه بارده وناي هدت. فقامت سالتها قالت لها اكسكيوز مي مسز سوزان, دو يو نو وات ات do you know at what age that a child builds his character؟ قلت لها يا خرب ابني بري. قلت لها عارفة الطفل بيتنمي شخصيته في هاتو سنة من السنوات؟ قلت لها ما عارف. قلت لها شخصية الطفل تتكون في أول 5 سنوات من عمره,
من اول سنه لحد سن 5 سنوات هي بيلد هيز كاركتر. في السنوات الخمسه دي المصادر بتاعت القيم اللي هي الفاليوز والنوليدج والاتيتيود وال كل الحاجات اللي بتعلمها بتجي من مصدرين from two sources اللي هو الأم لأن الأم هي اللي بتربي. الأب ما عنده دور، الأب بيطلع يجري ويجي ويجي راجع. الأم والكندرغارتن اللي هو بيمشي لها الروضة حقته دي. المصدرين دول يجب إنه يشتغلوا في تعاضد عشان يعززوا الحاجات الموجبة في شخصية الطفل. لما نحن في المؤسسة نقول لهم ما تكذب، نعلم إنه الكذب حاجة ما كويسة، إنه الصدق ده قيمة موجبة والكذب قيمة سالبة. يمشي في البيت تعززوا له الحاجة دي، توروا السلوك الإيجابي. أبوك وين يا ولد؟ قل لك ده أبوي قال لك، أبوي قال لك ما في. بينشأ تناقض في داخله، هو طفل بينشأ تناقض في داخله، يصدق البيت اللي هو يتولد تربى فيه ولا يصدق المدرسة، يكون عايش في التناقض ده. يقوم يقول له يا أخي express yourself عشان يكون عندك شخصية، عبر عن ما تريد، قول أي حاجة. يجوا الناس قاعدين في قاعدة كبار صغار نسوان ورجال، يقول لا يا أبوي إنت أنا ولدوني كيفين، أنا ولدوني كيفين، ولدو كيف ود الحرام ها، يمسكوا ور 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 لخ البخ بالحيط. تاني ما بيسأل، بيدم فيه الحتة بتاعت المعرفة إنه دار يستكشف، الاستكشاف عملها علينا. بيقول له جرب الأشياء، اختبر الأشياء عشان شنو؟ يتعرف على العالم من حوله، يتساءل ويعرف. احنا اول ما اول مرحلة او اول حاجة كانت نحن في طفولتنا استهوتنا النار، كبريتة دي النار دي بتستهوي كل الاطفال. وقت ذاك ما كان في كهرباء صراحة، كهرباء كانت في الشوارع، انا لما طلعت من بيتنا ما دخلنا كهرباء. فالنار دي اول ما ولعت كبريتة وانا صغير جوت الشوني تش، تاني يا كلب تش، تاني يا وسخ تش، خلاص تاني ما بجرب. هسي لما يجي شافع يدخل حاجة في بتاعت الكهرباء اخو الكبير يجيه ده تشوفه مش كده سامحك، يدخل السلك ودقققققققق ويجرها منه، تاني يا كلب تاني ما بيبيش حاجة، لا كهرباء لا ملاية لا اثنين لا ثلاثة. قالوا لو مشيت بيت فيه اطفال لقيت البيت ده مرتب نظيف ما فيه لخبطة ما شاء الله عليه، معناه الاطفال ليه شنو؟ الاطفال دول مدمرين، وهذه الام متسلطة مفروض يسجنوها، متسلطة مفروض تخش السجن. ليه؟ لان الاطفال لازم يجروا ملاي يشخبطوا في الحيط يعملوا كده يغلطوا، وبعد ذلك بيجي في المرحلة بتاعت اللي هو الثواب والعقاب، ونحن عقابنا قاسي جدا من اول مرة ثانية ما بيتكرر، ضرب بس ضرب، الضرب ينفعهم العلم. ده الدمار اللي انا بتكلم عليه. الدمار الثاني بيجينا في المدرسة، السلام عليكم، يجي الاستاذ قاسي، طبعا الاستاذ ده خشته بتسمع حصه الضبانه، وايام احنا امس والله اخذنا اللي هو جوله سياحيه في العالم، فدار اعرف من الذي هدم حائط المبكى، حمار الورداك اجيب على حيلك. طبعا ما في حمار يحمل في واحد كده فتي يقف، ما قلت له حمار من الذي هدم حائط المبكى، والله استاذ انا والله من البيت جيت اقعد وانت فيك خير. البغل الجنبه، البغل طبعا بتلفت كده بلقى في زول بيقف طوالي، اها من الذي هذا معي المبكى، والله والله اخي انا والبلوله ده جينا سوا، الا البلبل اللي ياخذك اقعد وانت فيك عمار. الناعجه، الناقه، الجمل، المرفق، يسمي الغابه كلها. And no one answers who has ruined you though. جيروم ده حياة المبكى، هو هزروين جيروم. في النهاية مفترض هو يقول شنو؟ في النهاية مفترض يعرفهم، يقول لهم واتس جيروم ومن الذي هدم حياة المبكى. الخواجات قالوا في حاجة اسمها الأوبن هاند كويسشن. أوبن هاند كويسشن لما تجي تسأل أو تحدد شخص، لأنك لما تقول أنا هسأل سؤال يا فلان خلاص بدمرته، حيبدأ يفكر السؤال ده حيكون صعب، الناس حيضحكوا فيني ما حيضحكوا فيني، ده بالخبرة السابقة، فما بيقدر يجاوب على السؤال أو بيكون في حالة نفسية سيئة. انت بتطرح السؤال، انا داري اشوف الناس الكويسين يا اخواننا، الناس الجيدين، الناس اللي عندهم هناي،
وروني أين توجد منارة فيروز منارة فيروز المنارة الملوية، وتفتح يدك وتمرر تستجدى، سمو السؤال الاستجدائي، الاستجدائي begging question. ابن حلال افتح ايوه تفضل. قال لك والله في فرنسا، هو في فرنسا. تقول لك نشوف رأي ثاني اليونان، نشوف رأي ثالث كده رابع خامس، وصلت لقناعة انه النازل ما عارفين. بتقول لهم انتوا ما بتفهموا، انتوا كده انتوا كده. بتقوم تقول الناس تجاوبوا ديل، ديل حيكونوا غادة وحيكونوا مفكرين وحيكونوا رواد وحيكونوا ناجحين، هم ذاتهم يا ربي منو ديل؟ نحنا اهي ديل انتوا. ليه؟ تقول لانهم مبادرين، ما بهمهم، بيقولوا الحاجة اللي هم بيعتقدوا. وده الشخص الناجح دائما بيكون مبادر، ده بسمو سندويش تكنيك. تقوم الحاجة الثانية تقول شنو؟ تجاوب السؤال الذي هدم حياة المكوى، هو حاويم هيرزوك او التبعيز. والمنارة الملوية توجد في مدينة الإسكندرية اللي هي بسموها منارة فاروس. يلا ده جبت الصفحة الأولى وخطيت الحشوة الإجابة ودار تكفل السندويتش. أتمنى مش من الليحان القاعدين ديل، أتمنى من الناس اللي ما جاوبوا يكونوا زي زملائهم ديل، لما نسأل سؤال في المرة الجاية الناس تجاوب زي أخوانهم، لما تجي تسأل سؤال في المرة الجاية الناس كلها حتشجع وحترفع إيدها، أنا غلط صح، حيقول له you are fine, you are smart, you are cute, you are good. لكن نحن لما نجي يسأل الأستاذ سؤال تلقى الأستاذ ماشي على جنبه ونحن بنميل بجنبه، ولا ماشي على جنبه دي نحن بنميل بجنبه الثانية، وإذا كان حجمنا كبير بنخش تحت الدرج. ليه؟ لأن الكونسيكونسز للرونج أنسر هي التعنيف، هي التجديف، هي الأشياء غير المقبولة. ده سبب دمارنا حتى اللحظة. نتوقف هنا وإن شاء الله في المرة القادمة نواصل.